أمس حضرت لمجلس وجزاه الله خير، كان فيه شيخ كبير تكلم عن فضل الكتمان وأثره في أسرته وفي جماعته. أي نعم، وكذلك على النساء ونساء العائلة. فطبعا هو كبير قومه وكبير، فمن نستفيد من كلام هذا الرجل، كلام طويل جدا، أنه بفضل الكتمان استطاع أن يتجاوز كثير من الهموم التي تأتي إلى أسرته أو جماعته. فكان هو مستودع الكتمان لكل من أحب هذه الأسرة أو العائلة، وهو يقول إن شاء الله ما يخالف، إن شاء الله المرأة تشتكي والشاب يشتكي والبنت تشتكي والأخ وابن العم والجيران، وهو ما شاء الله كاتم لهذه الأسرار. فيقول لو أنا تكلمت بكل ما يقال لي، والله لا جماعتي وأولادي وأسرتي ما واحد يكلم الثاني. هو طبعا هم ترى الكلام صحيح، وترى كثير من الأسر، لكن ربما تحتاج إلى قائد كاتم للأسرار ويوزن الأمور وحكيم. وهذا ذكرني وأنا أقرأ البارحة بأن الرسول صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على، كلف أحد الصحابة عبد الله بن جحش الأسدي، وقال له أنا بعطيك رسالة لكنها مكتومة، ويمكن الأخوان العسكريين يعرفون الرسالة المكتومة. الرسالة المكتومة لا يقرأها قارئها، فحاملها لا يقرأها، العفو، حاملها لا يقرأها إلا بإذن. فأعطاها لعبد الله بن جحش وقال خذ معك سرية من 12 رجل، اختارهم أنت. فاختارهم، قال يا عبد الله لا تقرأها إلا بعد يومين، مسيرة يومين، مسيرة يومين، وهناك في نخلة بين الطائف ومكة، إذا وقفت عندها ووصلت افتحها واقرأها، واجتمع بالسرية وخيرهم، من أراد أن يمشي معك في هذا الطريق فليكن، وإلا الذي يرفض اليسير يرجع. شوف فضل الكتمان في قضية هذه. لما وصل وفتح الرسالة، وإلا موضح فيه أن هناك جتنا علوم أن قريش تنوي الهجوم على المدينة المنورة في كذا، فنريد استطلاع الأخبار واستطلاع أخبار هذا الجيش. واتفق كل السرية مع الصحابي عبد الله بن جحش الأسدي، وكانت المفاجأة لقريش بأنه كل المعلومات خدمت الموقف العسكري للرسول صلى الله عليه وسلم في هذه المعركة. ففضل الكتمان للعسكري وكذلك المدني وفي حياتنا العامة والوظيفية.